المشاهدين الكرام اللي عم بيشوفوا هذه الحلقة من واكي سيزن 3. اليوم اللجنة اجتمعت لاختيار 5 أشخاص فنانين أو فنانات لينتقلوا معنا للمرحلة الأخيرة من هذا البرنامج. وبدي رحب اليوم بصفة خاصة بديما رعب الفنانة الصديقة الآتية من الأردن. أهلا وسهلا فيك باللجنة، ونحن من زمان كنا نطمح لحتى أنك تكوني معنا، ونحن دائما بنفتخر فيك ومنحبك. كيف كانت رحلة الأردن أول شيء؟ حلوة. أنا دائما عادة بشارك بسيمبوزيومات، يعني انترناشونال وان، وهيدي واحدة منهم، وكانت حلوة لأنه الفنانين كانوا كمان على مستوى وتقريبا جو حلو، يعني كنا كأصدقاء واشتغلنا هونيك. قعدتي أسبوع بس الملفت إنه لوحتك الوحيدة اللي انباعت بالسيمبوزيوم دغري. هيك قالوا لي صاحب السيمبوزيوم، صحيح، أخذوها على الأرت فير بالأردن كمان لتتشارك. ممتاز. نحن اليوم بدنا رأيك الوازن والمهم باللجنة، وإن شاء الله تكون بداية مش بس تعاون مع World Art Collector ولكن كمان مع واكي، مع البرنامج دائما أشوفك معنا. أستاذ سلوان، اليوم مين بدك تبعت على الأردن إذا بدك أو على غير مجرة؟ لا على غير مجرة، بعدين بدي أبعتهم على الفندقية، بدي أبعت نص 10 من 15 على الفندقية، خصوصا السيدات الفنانات بنصحهم بفن الطبخ. يا انت معقول انت والسيدات؟ فن التبغ وفن الاهتمام بالزوج، يعني ما فيها تعمل زوجة وتقعد ترسم، لا بدها تطبخ وتهتم بزوجة بعدين بنشوف. طيب واللي مش مزوجة؟ دكتور بسام، شو اليوم كيف الحماس؟ لا كيف هلأ الاجواء؟ هلا بلش يبين شغل حلو، صرنا بال15، يعني صار في معظمهم شغل حلو، وصارت التنقية صعبة، بعتقد يعني معظمهم حلوين بس نحن مضطرين ننقي. يلا خلينا ننقي. أنا بس بدي أقول عن جد للمشاركين، يعني هي بحد ذاتها خطوة كتير جريئة ومهمة إنهم يشاركوا. هي بحد ذاتها يعني بتعطي، مش ضروري اللي حيكون للآخر إنه هو الفنان فقط وغير الفنانين، لا الكل بعتقد، بس بالنهاية في إجماع يعني على الموضوع. وتنقية اللوحات هي منا عملية حسابية دقيقة، بس هي فيها إجماع. يعني بس حبيت يعني مش إنه مات، لا أبدا، بس لحتى يعرفوا إنه هيدا مش ضروري اللي بقي بالآخر هو بس فقط الفنان. أنا بضم صوتي لصوتك وبأكد على هذا الكلام، أسف إذا قطعتك، بضم صوتي لصوتك، ولكن منقول دايما الفن هو شعور، وانتو لجنة حكم ممكن خارج هذه اللجنة يتم اختيار ناس تانيين، ولكن اذا اجمعتوا على شخص او سيدة معناتها انه عنده حظ كبير انه ينطلق بهذا المجال ويكون من الفنانين المعروفين سواء بلبنان او بالعالم العربي. ممكن اللي كمان ما يعني وصل للنهاية كمان يشتغل اكتر واكتر، يعني مش معناتها انه مش فنان. صحيح. بس في اجماع بالنهايه مثل ما قال بسام انه بدنا بالنهايه نختار، وهذه شروط المسابقه. صح. يلا خلينا نختار. We'll be right back.
والله وقت بدو سلوانة بيسمع سجلها عن جد تعبتوني هالمرة تعبتوني لأنه في كتير دكالات بين فنان والتاني وكل واحد عايش بعالم الخاص بثقافته اللي منا عم بتكون كتير كافية تكون واضحة باللوحة أو لوحتين أو ثلاثة اللي عم نشوفهم. في أشخاص صاروا بمطرح بمجرة وأشخاص تانيين صاروا بمجرة أخرى. في بعض الأشخاص لازم يشوفوا بسيكيات، في بعض الأشخاص لازم يعملوا كوتشين، في بعض الأشخاص ناقصهم كتير ثقافة بعد، وفي أشخاص سوبر ممتازين، كلكم ممتازين، كلكم منيح. بس في أشخاص بعد بدهم شغل يشتغلوا على حالهم، في أشخاص واصلين لسنتاج حلوة. يعطيكم العافية، شو بدكم؟ لا أنا بشوف في شغل، في شغل والحلو فيه إنه متنوع. هلا بيبقى مين ماسك أكثر اللوحة بالخط باللون بطريقة التأليف بالموضوع، هيدي كلها بتتاخذ بعين الاعتبار يعني بالنسبة للجوري، يعني بعتقد هيدي كلها حتكون في إلها نقاط من هالناحية. بس في تعدد بالأساليب وهذا شغلة كتير منيحة وكتير حلوة، وال 15 اللي واصلين فعلا واصلين يعني بعتقد عن جدارة. بيبقى هلا بيبقى كيف نحن حيكون الإجماع بهذا المحل، وهلا بنبلش خبيط. بس أنا بالنسبة لي في 10 نقيهم، مضطرين نقي 5 سو حامي. أنا بعد هالكلام الأساتذة والسيدة الجميلة الموجودة معنا قلبا وقالبا انبسطت إنه وصلنا لهالمرحلة، يعني قدرنا مع هاللجنة الكريمة إن ننقي 15 من 60 فنان وفنانة إذا بدك تنافسوا بشكل حضاري وفني للوصول لهالنقطة اللي وصلنا لها اليوم. بيبقى علينا الجلسة الأخيرة اللي هي الجلسة واللي هي الختام للاختيار من هالخمسة اللي اليوم رح يتفضلوا اللجنة ويختارون، لنختار أيضا الرابح أو الرابحة بسيزن 3. لذلك الأجواء حامية ولكن أجواء جميلة وفنية، واليوم خلص رمضان، في قهوة وفي تدخين وفي جو ديمقراطي، فعلينا الذهاب إلى اختيار الخمس فنانين وفنانات. اللي عم بيصير هلا انه عم نتناقش لانه طلع العدد اكثر من المطلوب وفي تنافس عن جد حاد على الرقم الخامس، يعني المرشح الخامس، مش انتخابات نيابيه، انتخابات واكي. بقى رح نشوف، رح نوصل لحل ان شاء الله قريب. بعد هالجلسة المهمة اللي عقدتها لجنة الحكم بسام وديما وسلوان لاختيار خمس فنانين وفنانات من 15 توصلت إلى قرار، ولكن أنا قبل ما أعلن الأسماء الفائزة بدي أذكر الفنانين والفنانات أنه وقت نطلب فيديو الرجاء الالتزام بتوقيته بوقته يعني وبالمضمون. اليوم في بعض الفنانين
من الأخوات والأخوة خرجوا شوي عن سياق الموضوع، فيرجى التأكد من هذا الموضوع بالمرات اللاحقة. خليني أوصل دغري للنتيجة اللي هي كانت حقيقة تقيلة علي، لأنه في كتير أصدقاء من اللي تعرفت عليهم مؤخرا من هال 15 أو حتى من 60 كنت بتمنىهم كلهم ينجحوا، ولكن توصلت اللجنة اليوم بعد المداولات إلى 5 أسماء. الأسماء الفائزة للوصول للفاينل واكي 3 هني بسام عنوتي، جاد زيتوني، جوزيف رحيم، خيام زيدان، وفيليب فرحات. نتمنى لهم الحظ السعيد للي سواء وصلوا معنا أو اللي ما وصلوا معنا، وكلكم فنانين وفنانات. بالختام رح يتم التصوير قريبا لاختيار الفنان أو الفنانة الرابحة، ومارون رح يتواصل معكم مثل العادة ويقلكم شو المشروع المقبل لحتى نشوفكم عنا هالمرة بالستوديو براس بيروت. النجاح للجميع، النجاح للي وصلوا من هؤلاء الخمسة، والنجاح للستين اللي اشتركوا معنا، وأيضا للستين اللي اشتركوا معنا بواكي 2 وواكي 1، وإلى اللقاء بوقت قريب جداً.